عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأخيرا درت لكم الفيديو المنتظرة لتلاميذ سنة الرابعة متوسط والوضعيات الإدماجية المقترحة الخاصة بالوحدة الأولى اللي كانت مي Universal Landmarks and an Outstanding Figures in History, Literature and Arts. هذه الفيديو فيها جميع الوضعيات المقترحة لبيام 2021. وش معناتها؟ معناتها درت لكم جميع الفقرات سواء حول مواقع أثرية تاريخية جزائرية أو أوروبية، شخصيات تاريخية مشهورة سواء أيضا جزائرية ولا عربية ولا أوروبية، والإيتينيري اللي هو رحلة تتحدث فيها بالكرونولوجيكال ماركرز، اوكي تستعملوا فيها الكرونولوجيكال ماركرز، الايتينيري تاعك سواء كان في بلاد جزائري او اوروبي. المهم واش قريتوا كاع في الوحده الاولى؟ هنا فقط معلومات، هي جميع الوضعيات اللي راح تكون على اللاند ماركس ولا الاوتستاندين فيجرز رايحين يمدوا لكم المعلومات الخاصه بالشخصيه ولا باللاند مارك. هنا اللي تلقاوهم مكتوبين في الفقره باللون الاحمر هي المعلومات اللي قدموها لكم في الجدول، واللي مكتوبة باللون الأسود هي الطرق ولا كيفية الربط بين هذيك المعلومات. انتوما أقراوهم، أنا هنا مش راح نقراوهم لأنهم بزاف، حطيتهم لكم كل واحد يوقف فيديو عند فقرة من الفقرات يحبسها ويقرأ الوضعية ويشوف كما هنا باللون الأحمر هي المعلومات اللي مدوها لكم، أما اللي باللون الأسود فأنت راح تقوم بها وتربط بها الفقرات. إذن هذه هما الوضعيات الكاملة المقترحة اللي إذا حطوها لكم في البيام راح تكون كاينة واحدة منهم في هذا الفيديو. إذن شوفوا الفيديو للأخير، حبسوا كل فقرة وقرأوها بالعقل. نتلاقاو في فيديوهات قادمة إن شاء الله اللي راح تكون الوضعيات الخاصة بالوحدة الثانية. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، بقوا على خير وأقرأوهم بالعقل، أوكي بالعقل، ماشي كتوفهم تتخلعوا تقولوا اه وهذو كامل وكيفاه وذي. المعلومات اللي بالاحمر هي اللي راح يمدها لك الاستاذ في موضوع البيان، اللي بالاسود هي انت اللي دير it is located designed الى غيرها من المعلومات اللي انت تقوم بها اللي سبق وشرحناها في كيفية كتابة وضعية ادماجية. اذا ربي يوفقكم وما تخافوا ما تتقلقوا، البيان كغيره من الامتحانات فقط داروا له يوم مميز تفوتوا فيه إن شاء الله، ربي يوفقكم وينجحكم وتفرحوا وتفرحوا والديكم ونفرح إن شاء الله أنا معاكم. بقوا على خير.